خبر آخر من صحيفة باوبلات السويسرية التي عرضت بعض الصور التذكارية لمصر في عهد الخديوي إسماعيل، وقالت في تقرير لها أنه بعد عبور أول سفينة قناة السويس في 17 نوفمبر 1869 اندلعت طفرة سياحية حقيقية في مصر، وسافر الأوروبيون المهتمون بالثقافة وتنقلوا على متن قارب عبر النيل إلى أبو سنبل والتقطوا صور تذكارية نادرة لأرض النيل. ووفقا للصحيفة فتلك الصور نادرة التقطها المصوران باسكال سيبا وإيميل بشار من القاهرة. وأشارت الصحيفة السويسرية أن الصور التذكارية شملت صورا للإهرامات والمعابد والمنحوتات ومشاهد الشوارع ذات المناظر الخلابة، ولفتت إلى أن متحف رايدبرغ بزيورخ يعرض الآن تلك الصور النادرة لأرض النيل في الثمانينيات. الصحيفة أوضحت أن الصور التي تم التقاطها في الفترة ما بين 1870 و 1880 بتعكس وجهة نظر أوروبا في الشرق في تلك الحقبة الزمنية، وأضافت أن القاهرة شهدت خلال هذه الفترة تغير هائل أحدثه الخديوي إسماعيل، حيث طور العاصمة المصرية إلى النموذج الباريسية.